السلام عليكم ورحمة الله. الكوبلين أو الأكس أو العكس على حسب التسمية في بلدك، مع بعض الناس بيعيش سنين مع ناس تانية هو آخر سنة أو كلها كام شهر، ويضطر إن هو يفكه علشان يا إما يصلحه يا إما يغيره. إيه هي الأسباب اللي بتخلي الكوبلين ده يبوظ بسرعة؟ ده اللي أنا هشرحه لك في الفيديو ده، وآخر سبب عايزك تركز معاه لأن هو ده السبب الأكثر انتشارا للمشكلة دي. خلينا نتنقل للجزء العملي. أول الأسباب اللي تخلي الكوبلين يبوظ هو إنك تركن السيارة والإطارات مفتوحة لبرة، أقصى اليمين أو أقصى اليسار. تاني سبب هو التفحيط أو الطلع الأمريكاني. لأنها بتمثل حمل عالي على الكبالن في لحظة الانطلاق. تالت سبب هو التحميل باستمرار على السيارة، والمقصود بكده إن السيارة بتكون يومياً محملة أشخاص وأغراض فوق الحد الطبيعي. رابع سبب هو السير بسرعة عالية على الطرق المكسرة أو الغير ممهدة. خامس سبب هو إن السيارة تكون دخلت في حفرة على سرعة عالية بالشكل اللي يخلي الكوبلين يتم انتزاعه خارج نظام التعليق. ورغم كده الخمس أسباب دول بيمثلوا 25% فقط من أسباب تلف الكوبلين، والسبب الرئيسي اللي بيمثل 75% من أسباب تلف الكوبلين أبسط من كده بكتير، وهو الكاوتشة بتاعة الكوبلين. الكاوتشة دي لو حصل فيها شرخ أو قطع هتهرب الشحم لبره، وبالتالي الحركة والاحتكاك جوه الكوبلين بيتم على وضع شبه جاف، وده بيسرع عملية تلف الكوبلين، وده السبب الرئيسي والفعلي واللي بسببه ناس كتير الكوبلين عندهم بيبوظ وبيضطروا يغيروه. أو لو حصل إن واحد من أربطة الكاوتشة سواء الكبير أو الصغير اتقطع او اتكسر، ده من شأنه برضو انه يهرب الشحم من جوه الكوبلين. بلهجة ابسط، الكاوتشة هي روح الكوبلين. لو الاربطة بتاعتها فكت او الكاوتشة اتقطعت والشحم اتسرب لبره، بتكون مسألة وقت قبل ما الكوبلين يطقطق ويحتاج تغيير. وعلشان تجنب نفسك تغيير كوبلين او اصلاحه كل فترة قصيرة، فانت على الاقل كل شهر افتح الاطارات اقصى اليمين او اقصى اليسار وبص على الكاوتشة. لو لقيت اثار شحم عليها او تحتيها على المقص شحم او فوقيها على المساعد شحم، فدي اشارة ان الشحم بدأ يفضى، ولو لحقته بسرعة هتجنب نفسك تغيير الكوبلين. لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي بتغير كبالن كل شوية تبقى عارفة السبب الفعلي اللي بيخليها تغير كبالن كل فترة قصيرة. وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.